الحوار التاسع مع زيد عبد الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أن يضع الكاظمي رقعة يستر بها ثوب العملية السياسية الممزق حتى يتمزق الثوب من مكان آخر، والسبب ببساطة أن الثوب الذي فصلته القوى السياسية لم يعد على مقاسها بعد أن اتسعت دائرة فسادها من الرأس إلى أخمص القدم، مستعينة بالاقتصاد تارة، بالأمن تارة أخرى، بل وحتى بالخارج لتستقوي به على الدولة ومؤسساتها. كل هذا الضغط لم يعد يتحمله أي ثوب، ولا يتحمله أيضا من يحاول إيجاد الحلول لمشاكل تتراكم وتتفاقم عن محاولات الكاظمي في الوقت الذي انقسمت فيه القوى السياسية بين مؤيد للكاظمي داعم له وآخر رافض للكاظمي ساع لإفشاله، تستمر التحديات التي تواجه الدولة بدوائرها ومؤسساتها بالتفاقم، فبين الضغط الخارجي والاقتصادي من جهة والداخل الأمني من جهة أخرى، يحاول رئيس الوزراء إيجاد مخرج لحكومته من دائرة الضغط والابتزاز السياسي والأمني. ولذلك فإن الخلافات إذا كانت مبنية على أساس المصلحة الوطنية فإنها يجب أن تؤجل حفاظا على الأمن العام والاستقرار الذي باتت المصالح الحزبية الضيقة تهدده بالفساد تارة وبالسلاح تارة أخرى. كل هذا وعمر الحكومة يؤكد الكاظمي على أنه لن يطول وأنه متجه نحو انتخابات مبكرة رغم كل الضغوط، الأمر الذي يثير جملة من الأسئلة: هل يمكن للكاظمي تجاوز الضغوط السياسية وتحقيق الإصلاح؟ وكيف سيتعامل الكاظمي مع الضغوط الأمنية الجديدة وعمليات تهديد الدولة؟ وما إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في ظل رفض الدولة العميقة لإجرائها؟ كل ذلك وأكثر في حوار التاسع. أنا عمر حكومتي حقيقية فعلية هي أسبوع واحد. السبت الماضي اكتملت الكابينة الوزارية، ما صار لي عمري بالحكومة 6 أشهر أو 7 أشهر، ولهذا أرفض المزايدات السياسية من البعض. أنا رئيس وزراء نتيجة احتكاك اجتماعي، وقلت له اليوم الأول أنا جئت اليوم لكي أحضر إلى انتخابات مبكرة نزيهة عادلة حتى نتجاوز أخطاء الماضي. إخضاع الاقتصاد العراقي والرواتب للمزايدات السياسية عيب يخدش شرفنا، يمن كرامة الإنسان العراقي بعد كل معاناة تخليها على المحك. نحن نبحث عن حكومة تصل بنا إلى بر السلام بانتخابات عادلة نزيهة، ولهذا حكومتي عدت 3 مفاصل مهمة. البرنامج الحكومي كان هو الوصول إلى انتخابات عادلة نزيهة، حماية الاقتصاد العراقي من الانهيار، ولهذا هقوم بعملية إصلاحات، وحفاظ هيبة الدولة وحفظ الأمن في هذا البلد. هذه المهمات الرئيسية. أنا حكومتي ما حتطول أكثر من سنة ونص، مجرد ما ينتهي قانون الانتخابات إعادة تقييم المفوضية، هذه الرسالة يجب تسلم من يفوز بالانتخابات المستقبلية. مشاهدينا الكرام، ضيوف هذه الحلقة من بغداد الأستاذ عبد الرحمن الجبوري الباحث في الشأن السياسي، وينضم معنا لاحقا الدكتور هيثم الخزعلي خبير بشؤون الأمن وكذلك الحشد لمناقشة حكومة الكاظمي بتحديات بأقل الإمكانيات. أستاذ عبد الرحمن، أرحب بك ضيفا مرة أخرى في شاشة الفلوجة في برنامج حوار التاسعة. مهمة الكاظمي ليست يسيرة بالتأكيد، ولا يوجد هناك رئيس وزراء لا يريد أن ينجح ويثبت كفاءته ليتحول إلى منقذ ومصلح للحياة السياسية في العراق ولمجمل مشاكل البلد، ولكن التحديات كانت واضحة. أبدأ معك بالتحدي الأمني، إلى أي درجة من الواضح أن هناك جهات تحاول أن تفشل مهمة الكاظمي عمليا وبوضوح؟
شكرا لك أستاذ زيد. بالنسبة للتحديات واضحة، والسيد رئيس الوزراء عندما استلم الدولة وذهب إلى البرلمان يعرف هذه التحديات. وبالنسبة للتحدي الأمني تماما هو من أكثر التحديات بالنسبة للدولة لأثره الاقتصادي والأثره الاجتماعي وأثره السياسي. إذا أخذت هذا التحدي ووضعته على الطاولة أمامك أنه أن تقوم بإصلاح جذري للمؤسسة الأمنية، أن تقوم بإصلاح للمؤسسة العسكرية، أن تربط المؤسسة الأمنية والعسكرية بهيئة الحشد الشعبي، أن تتخلص من تأثير الفصائل. هذه كلها يجب أن تكون واضح الرؤية، لديك رؤية واضحة أولا ولديك قدرة على تحقيق هذا التجانس في هذا الملف اللي يقودك إلى النجاحات الاقتصادية، إلى النجاحات المجتمعية، إلى نجاحات عودة هيبة الدولة اللي ذكرها السيد رئيس الوزراء في ثلاثة قضايا المهمة بالنسبة له. فإذا لم نصلح المؤسسة الأمنية ولم نصلح الجيش ولم نصلح هذه العلاقة اللي ما زالت رغم هيكليتها وضوحها على تشارتات أو على الهندسة الإدارية، لكن حقيقة هذه تحتاج إلى عملية تطبيق لهذه الترابط بين هذه الملفات أو ترابط بين هذه المؤسسات. طبعا على الكاظمي هو رجل ابن المؤسسة الأمنية، عايش هذه المؤسسة الأمنية، يعرفها من الداخل، فلديه فكرة واضحة عن كيفية إصلاح هذه المؤسسة وكيف أن تخدم هذه المؤسسة بقية مؤسسات الدولة. في سياق الكلام ذكرت أستاذ عبد الرحمن بأن يعني واحدة من أهم التحديات هو التخلص من تأثير الفصائل. أي الفصائل تعني تحديدا أستاذ عبد الرحمن؟ وهل فعلا هي مؤثرة بهذه الشدة التي ينبغي أن نستخدم مصطلح أن يتخلص منها الكاظمي بسبب يعني تأثيراتها السياسية وكذلك الاقتصادية؟ واضح هناك مجموعة من الفصائل اللي انضمت تحت مسمى هيئة الحشد الشعبي، وهي الآن عاملة تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة، وهناك فصائل ما زالت ترفض هذا وتعمل على أنها فصائل مقاومة خارج سلطة الدولة. فعليه أن يتخلص من الفصائل التي تملك السلاح المنفلت كما يسميها، والتي ما زالت لا تخضع في أوامرها إلى القائد العام للقوات المسلحة. الفصائل التي ما زالت تستخدم الصواريخ لضرب القواعد العراقية والدولية المشتركة، هذه هي الفصائل اللي أقصدها واللي يطلق عليها الفصائل المنفلتة والفصائل التي تعمل خارج أطر الدولة وسيادتها. وهل هي المتهمة الآن عمليا بإطلاق الصواريخ، أو يعني بالأمس كان هناك إطلاق صواريخ في معسكر التاجي وكذلك قبل على المنطقة الخضراء، فهل هذه الفصائل متهمة اتهاما مباشرا بأنها تقف أمام الدولة وتتحدى إرادتها الأمنية وكذلك إرادتها بصياغة اتفاقيات ورؤى استراتيجية مع الدول الصديقة؟ من الواضح جدا أنه من تطلق صواريخ في يوم أو في هذا الأسبوع هي ترفض أي حوار وترفض أي سيطرة للدولة وترفض آليات الدولة بالعلاقات الخارجية والعلاقات الداخلية. هذه هي الفصائل، المسميات غير مهمة، ما زال أنه أنت ترفع السلاح وتستخدمه خارج الدولة، فسميها ما تسميها هذه الفصائل، هل هي جديدة، هل هي قديمة، هل هي موجودة بفاعل خارجي، هل هي موجودة بفاعل داخلي. من يحمل السلاح ويقوم بإطلاقه أو باستخدامه و هذا الاستخدام خارج آليات الدولة، فهذا هو السلاح المنفلت اللي نتكلم عنه. لماذا لا نتجاوز قضية الحديث مع هذه الفصائل سواء كانت جديدة بغض النظر عن مسمياتها، ولكن هي بكل الأحوال يعني لها خطورة واضحة على الأمن القومي العراقي، وهي بالتأكيد وبالنتيجة مرتبطة بأجندات إقليمية؟ لماذا لا يتم الحديث مباشرة مع رعاتها، مع من يقف خلفها، لوضع حد لمثل هذا الإحراج؟ كان هناك اقتراح واضح للدولة العراقية أن يتم الكلام مع هذه الفصائل ضمن آليات الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية،
أن يكون الحوار داخليا، أن يؤخذ رأي هذه الفصائل بنوعية ما تريده أصلا، لأنها هي جزء بالنهاية هي جزء من المكون العراقي بشكل تام، سواء كان هذا المكون قابل بالحوار أو رافض للحوار. فالدولة بالوقت الحاضر تستخدم آلياتها للكلام معها، لكن هذه الفصائل ما زالت تصر على أنه لغة السلاح هي اللغة الوحيدة التي تتكلم بها مع الدولة العراقية ومع ضيوف الدولة العراقية. لما تحدثت أستاذ رحمن عن أن هذه الفصائل يعني هي بالتأكيد معروفة ومشخصة، وأن السيد الكاظمي هو ابن المؤسسة الأمنية وكان مديرا عاما لجهاز المخابرات العراقي، هل في الأفق خطوة أمنية واضحة لمحاربة السلاح المنفلت والصواريخ الذي يستهدف المصالح العراقية ومصالح الدول الصديقة؟ أعتقد السيد الكاظمي سيعمل سياسيا أولا، مجتمعيا ثانيا. إذا لم ينفع هذا الكلام السياسي والكلام المجتمعي مع كذلك ترغيب أنه لتحسين هذه العلاقة بين الدولة وبين الفصائل، وكذلك تحسين العلاقة أو إدارة العلاقة، لكن الصواريخ أستاذ عبد الرحمن، الصواريخ التي تنطلق بشكل شبه يومي من أحياء متفرقة في العاصمة بغداد ربما تؤكد رسالة اللا مفاوضات أو لا حلول سياسية، فمتى تذهب نحو الحل الأمني الحكومة العراقية برأيك؟ أعتقد الآن كنت أتمل زميلنا في الخبير الأمني أن يتكلم في هذه القضية لأن أنا قضيتي سياسية أكثر، لكن أعتقد أنه الدواء الأخير ستقوم الدولة العراقية بواجبها من أجل حماية القواعد وكذلك من أجل التخلص من السلاح المنفلت. هل سيستطيع السيد الكاظمي مقاومة أشكال الضغط السياسي؟ هذه الفصائل أو بعضها مرتبطة ارتباطات سياسية واضحة، ربما بعضها لها تمثيل سياسي في داخل مؤسسات الحكومة، في داخل الحكومة العراقية، في السلطة التشريعية. فإلى أي درجة يعني سيواجه السيد الكاظمي من خلال هذه الضواغط السياسية مقاومة ستحول دون أن يضع حل لتأثير هذه الفصائل على القرار السياسي وكذلك القرار الأمني؟ أعتقد بشكل تام أنه هو قادر على ذلك، سيستخدم الآليات اللي لديه، ولديه آليات كثيرة منها آليات اقتصادية وهناك آليات سياسية. الآليات السياسية يمكن منع كل هذه الفصائل من خوض الانتخابات القادمة. الآليات الاقتصادية معظم هذه الفصائل ربما تتلقى كذلك دعم مادي مباشر من الدولة العراقية، فهو القائد العام للقوات المسلحة وبيده المفتاح هذا الدعم المالي ومفتاح هذا التأثير السياسي. ما زالت لديه أوراق كثيرة وهو عارف تماما من تكون هذه الفصائل، خلاياها السياسية وتأثيراتها السياسية، فهو لم يأتي من خارج المنظومة مثل ما قلت أنا من المنظومة المدنية، هو أتى من منظومة أمنية واضحة، وهذه جزء من فايلات يعرفها بالمخابرات. وأعتقد يجب أن نعطيه الفرصة أولا للخلاص من الأزمة الاقتصادية والأزمة المالية ليتوجه إلى هذه الفايلات المهمة جدا لتضع من أجل عودة هيبة الدولة كما ذكر في كلامه اللي عرضته مسبقا. الدكتور هيثم الخزعلي الخبير في الشؤون الأمنية وشؤون مؤسسة الحشد الشعبي، أرحب بك ضيفا في شاشة الفلوجة في برنامج حوار التاسعة. دكتور هيثم، تحدثنا في بادئ الأمر عن التحديات الأمنية التي تواجه الدولة ورسائل الصواريخ، بدأنا بها الحديث، التي تمثل تحديا لتوجهات الدولة ربما لها رسائل سياسية ورسائل أمنية. فهل برأيك دكتور هيثم السيد الكاظمي لديه القدرة على وضع حد لمثل هذه الرسائل وكذلك للجهات التي تتبنى إطلاقها بشكل مباشر؟ ابتداء أرحب بكم وبقناتكم الكريمة وضيوفكم الكرام، حياكم الله. أنا أريد أن أنوه إلى أمر بأن موضوع الرسائل الصاروخية التي تطلق منذ حادثة كيوان في كركوك كل الدلائل والمؤشرات تشير إلى أن هذه المقذوفات الصاروخية لا تخص أي فصيل من فصائل المقاومة العراقية، لأسباب لكل من يتابع
حركة العمل الأمني والعسكري أبان وجود الاحتلال الأمريكي على الأراضي العراقية وبعد خروجي في عام 2011، أنه صواريخ الكاتيوشا هي خرجت من الخدمة عام 2009، فصائل المقاومة كانت تمتلك الكثير من الأسلحة المتطورة التي دكت بها القواعد الأمريكية سابقا. صاروخ الأشتر لوحده يعمل حفرة في الأرض قطرها 50 متر، يعني يكفي أن تضرب قاعدة 4 أو 5 صواريخ لتحدث بها كارثة. وبالتالي موضوع هذه الرسائل الصاروخية لا تخرج إلا عن أحد احتمالين: الأول أن يكون الأمريكي هو يتذرع بهذه الإطلاقات من أجل أن ينفذ أهداف خاصة به، كما حدث في قاعدة كيوان. الصواريخ أطلقت من منطقة تحت نفوذ تنظيم داعش الإرهابي، هو ادعى سقوط مقاول لم يتم التحقيق من قبل الحكومة العراقية، ولم يسلم الأمور للحكومة العراقية كي تحقق في من أطلق هذه الصواريخ. اتخذ مبادرة وقصف قوات عراقية من الحشد الشعبي كانت مرابطة على حدود سوريا، تبعد أكثر من 450 كيلو عن كركوك وكيوان. فهذا يوحي بأن الأمريكي كان يفتعل هذه الأزمة من أجل أن يضرب منطقة استراتيجية على حدود سوريا تبعد عن كيوان 450 ألف كيلو. معناها دكتور، دكتور هيثم، معناها تسقط على السفارة. نعم. هذه أمور بدائية. الفصائل العراقية كلها غادرت هذا التسليح منذ 2009. واضح. ولكن هو يضع، أولا يضع فجوة بين الحكومة العراقية وبين فصائل المقاومة والتي جزء منها دكتور كان مندرج فقط في فقط حتى يعني لا نعود بالتاريخ كثيرا دكتور هيثم، بنزع سلاح هذه الفصائل. يعني تريد يعني خلاصة القول بأن الفصائل المقاومة العراقية ليس لها علاقة بما أطلق من صواريخ سواء على المنطقة الخضراء أو على معسكر التاجي على الأقل خلال اليومين الماضيين؟ طبعا هذا أمر مؤكد، لأنه صواريخ بدائية ليس بها بعد سياسي ولا تحمل أي رسائل سوى موضوع رسائل الرفض، وهو لا يحتاج إلى رسائل صاروخية. الفصائل التي تعلن بأنها لا تريد بقاء الأمريكان هي تستند إلى قرار البرلمان العراقي في 5-1، وبالتالي حفظ سيادة العراق. الولايات المتحدة أقدمت على قتل قائد الحشد الشعبي العراقي الذي حقق النصر. طيب دكتور، من المستفيد؟ وهي من المستفيد تنظيم داعش ما كان ليحلم بها. واضح دكتور، من المستفيد من إطلاق المستفيد أما أنه جهات حتى أتم السؤال، من المستفيد من إطلاق صواريخ في توقيت أن هناك مفاوضات وحوار استراتيجي ما بين بغداد وواشنطن؟ أولا الولايات المتحدة تستفيد بإيجاد وتوسعة الفجوة بين الصف العراقي من فصائل المقاومة والتي جزء منها الحشد الشعبي، والقسم الآخر الدولة وما تمتلكه من مؤسسات حكومية من ضمنها الحشد الشعبي نفسه. والأمر الآخر، قد تكون هناك أطراف تحاول أن تزيد الفجوة والتوتر بين الولايات المتحدة وبعض الفصائل، أو بين الولايات المتحدة وبعض الفصائل الموجودة في الحشد الشعبي، كي يصل الأمر إلى صراع يستفيد منه هذا الطرف الثاني. طيب الصواريخ كيف تجيب دكتور أيضا على تساؤل ربما يسأل الرأي العام حينما يقول بأن كل الصواريخ أو أغلبها التي أطلقت ولا سيما في بغداد باتجاه المنطقة الخضراء أو معسكر التاجي، فهي تطلق مثلا من مناطق قريبة من معسكر التاجي، تطلق من مناطق مثلا أحياء في شارع فلسطين وسط بغداد، من آخر صاروخ تجاه الخضراء أطلق من منطقة قرب ملعب الشعب أو من زيونة تحديدا. هذه المناطق هل هي مناطق خاضعة لداعش أم خاضعة لجهات سياسية وربما فصائل مسلحة تريد أن تبعث رسائل يعني بشكل أو بآخر؟ السائل ربما يسأل هذا السؤال. هذا الأمر يسأل ويصح قبل التظاهرات. بعد التظاهرات اختلطت الألوان والأطياف ووجدت كل الجهات في كل المناطق. مناطق الجنوب نفسها وجد بها أناس يعملون من ضمن المتظاهرين يعملون للمخابرات الإماراتية، والسيد الكاظمي عندما كان رئيس مخابرات ألقى القبض على مجموعة وسط التظاهرات وهم من أبناء هذه المناطق، وبعضهم مرتبط بسفارات. وأنا قلت أنه قد يكون هناك طرف مستفيد، ولكن قطعا المقاومة إذا قررت أن تقوم برد على اغتيال الحاج أبو مهدي أو قصف القواعد الأمريكية لن تستخدم هذه الأدوات البدائية. طيب دكتور أستاذ رحمن، كيف تعلق على ما ذكره الدكتور هيثم في جزئية بأنهم يعني ليست فصائل المقاومة
هي من تبنت هذه وليس لها صلة بأي رسائل تصل بشكل أو بآخر، وإنما هذه يعني رسائل عبثية بدائية وصواريخ خرجت عن الخدمة عند فصائل المقاومة. جوابي واضح، أنه الرجل عندها الخبرة العسكرية والميدانية، لكن الجواب السياسي الواضح مثل ما قلت أنت، هذه مناطق المفروض تكون مؤمنة من قبل الفصائل بشكل تام، مؤمنة من قبل الدولة العراقية. حركة هذه الأسلحة ووجودها وإطلاقها مو حركة طبيعية لواحد اشترتها الإمارات أو واحد اشترتها سفارة معينة. هذه عملية تصنيع، عملية إطلاق، عملية تسيير. الآن في أي سيطرة عراقية من تمر بها أكيد هناك تفتيش واضح، فكيف أن تنقل أسلحة مثلا من كاتيوشا أو مقذوفات كما نسميها بأعداد 10 ولا 15 ولا 20؟ هذا القدرة العسكرية لا يملكها متظاهر حسب ما تكلم الأخ، هذه قدرة تملكها فصائل مسلحة، عندها قدرة على المناورة ضمن المؤسسات الدولة العراقية، عندها قدرة على التحرك، عندها قدرة ومحمية من آخرين. أما أن أجي أنا كمتظاهر أو عامل مع الإمارات بهالقوة هذه، أنا أعتقد إذا كنا بهالضعف هذا سواء من فصائل المقاومة واستخباراتها وفصائل الدولة العراقية وأجهزتها، أن يقوم متظاهر مدرب في الإمارات ولا درب في مكان من استخدام أسلحة ومقذوفات بالدقة هذه، فأكون أمام خبر محزن للدولة العراقية وللفصائل كذلك على عدم قدرتها على ضبط الأمن لهذه الدرجة. فالمسألة لم تعد سياسية فقط، أعتقد المسألة مسألة خروج الدولة، استفلاس الدولة بشكل تام. إذا كانت القصة اللي يتكلم بها الزميل معكم بهال ضعف الدولة والفصائل اللي قهرت داعش، انتصرت على قوة مدربة غير قادرة على الانتصار على شخص مسكين دربته الإمارات وقام يرسل رسائل على السفارة الأمريكية. وأعتقد الإمارات إلى أي درجة هذا الكلام يؤكد منطق بأن المستهدف هو حكومة السيد الكاظمي وتجربة مصطفى الكاظم؟ شيء واضح أنه الآن اللي تسمعه واللي تمارسه الفصائل من الضغط على حكومة الكاظمي ضغط رهيب. هذا الضغط لأسباب سياسية قسم عنده، والقسم الآخر لأسباب اقتصادية، وقسم عنده لأسباب عقائدية ومعنوية للمستقبل. وجود حكومة تنهض ووجود رئيس وزراء يضع هيبة الدولة على أول أولوياته، طبعا هذه القصة غير مفيدة لناس كثيرين يستفيدوا من هذه الفوضى ويستفيدوا من هذا الخراب الموجود في الدولة العراقية. طيب، ذلك دكتور هيثم، الحديث كله يدور عن محاولة إفشال مصطفى الكاظمي. مصطفى الكاظمي لما ذهب باتجاه إيقاف رواتب رفحة ومحاربة ظاهرة ازدواج الرواتب، هبت قوى سياسية وبعضها لديها فصائل مسلحة نحو استخدام مثل هذه الأوراق. هذا من جهة، من جهة أخرى طبعا هدف إفشال الحوار الاستراتيجي ما بين بغداد وواشنطن. هذه الفكرة شلون تعلق عليها دكتور هيثم؟ طبعا أنا فقط أحب أن أعقب على ما ذكره ضيفك الكريم. تفضل جناب. أنه أنا لم أقل أنه هناك متظاهر، هو تحدث عن وجود أناس يتحركون بحرية. نحن نعلم أنه الأجهزة الأمنية بها أحزاب مختلفة وأطياف مختلفة، وبالتالي قد يكون هناك أطراف تستفيد وتؤمن عملية هذا الإطلاق، حتى وإن كانوا من يتحركون بهويات أجهزة أمنية. وأنت تعلم أنه حدث في عملية قتل المتظاهرين أيضا كان هناك بعض الأطراف الذين هم جزء من المؤسسة الحكومية ولكن لم يتحركوا بأوامر المؤسسة العسكرية، يعني نوزاد عثمان وغيره الذين قتلوا العديد من المتظاهرين في الخلاني وفي شارع فلسطين نفسها. من هو نوزاد عثمان دكتور؟ دولة. وبالتالي نوزاد عثمان كان مسؤول فوج الحماية الرئاسي في فترة عادل عبد المهدي. وبالتالي أعتقد أن هناك العديد من الأطراف موجودة في أجهزة الدولة تستطيع التحرك في أي مكان وأن تنفذ عمليات بأي أمر. هذا أمر. الأمر الثاني موضوع السيد الكاظمي،
وإفشال حكومتي الحقيقة، ورجل يواجه مأزق سياسي ومأزق اقتصادي ومأزق أمني، وأتمنى أن يتوفق في عمله. ولكن فصائل المقاومة الرسمية والمعروفة هي منخرطة في الحشد الشعبي وجزء من المؤسسة الحكومية، وجزء من هذه الفصائل أيضا موجود في البرلمان، وبإمكانها أن تتفاهم مع السيد الكاظمي وأن تتفق عليه على محاور المفاوضات، تأييدها أو عدم تأييدها، لأن البرلمان هو أعلى سلطة تشريعية ولا يحتاج لتخطيط بعض الأمور من أجل إفشال حكومته. ولكن هناك من يريد أن يزيد الفجوة بين فصائل المقاومة بين الحكومة العراقية، والبعض ربما يحلم بأن يقع اقتتال بين الأجهزة الأمنية العراقية وبعض فصائل المقاومة، وبالتالي هذه العمليات تخدم هذه الأطراف تحديدا، وهي بالنهاية تخدم مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. لكن يعني مثلا في نموذج نوزاد عثمان اللي تفضل جنابك أنه متورط بقتل المتظاهرين وهو من فوج، إذا كانت المعلومات يعني معروفة بهذه الشاكلة وبهذه الطريقة وبهذه التهمة المباشرة اللي سمعناها من جنابك دكتور هيثم، لماذا لا يتخذ إجراء؟ لماذا لا تذهب يعني مؤسسات الدولة والمؤسسات الأمنية المرتبطة بها للقيام بواجبها بشكل مباشر؟ أنا لا أقول اتهمه بشكل مباشر، ولكن السيد عادل عبد المهدي عندما طرح أسماء المتورطين بعمليات التحقيق في قتل المتظاهرين ورد اسم هذا الشخص، علما أنه قاطع مسؤوليته في الجادرية وليس في شارع فلسطين ولا في هذه المنطقة، بالتالي هو تحرك بدون أوامر. لكن الاسم ورد يعني في سياق الكلام وفي سياق الحلقة، هذا الاسم بالتحقيق ورد اسمه، وارد في هذا السياق، ذكرت اسمه، ماشي، اسمه ورد في التحقيق. شنو الإجراء يعني وماذا بعد؟ نعم. يعني أنت جنابك كخبير بالشؤون الأمنية حينما يذكر هذا الاسم ويكشف بهذه الطريقة لكن دون تحرك دون اتخاذ إجراءات، يعني المفروض هي الحكومة كانت تستمر، وأحيل على العديد من قادة الفرق وبعض العسكريين أحيلوا إلى التحقيق في زمن السيد عادل عبد المهدي عندما شكل لجنة التحقيق بقتل المتظاهرين، ولكن لم يتم استكمال إجراءات، ووردت هذه الأسماء ومن ضمنها نوزاد عثمان، وما أثار استغرابي أنه قاطع عمليات الرجل في الجادرية، فما الذي جاء به إلى منطقة التظاهرات؟ وبالتالي أعتقد أن هذا يوضح بأن هناك العديد من الجهات تستطيع باستخدام الأجهزة الأمنية أن تنتقل من مكان إلى آخر. طيب معناها إطلاق الصواريخ، هل هناك جهات حكومية تتحرك بسيارات الدولة هي المسؤولة عن إطلاق الصواريخ؟ أنا أطرح احتمالات، لأنه رجل أمن عندما يحلل يضع سيناريوهات، وبالتالي أنت لا تغلق الاحتمال في جهة واحدة وتترك الاحتمالات الأخرى، عليك أن تبحث من يمتلك الدافع ومن يمتلك المصلحة ومن يمتلك القدرة حتى يكون التحقيق بشكل علمي. من يمتلك القدرة العديد من الأطراف والأحزاب، ربما أقول كل الأحزاب العراقية تتمتع بهذه القدرة. من يمتلك الدافع العديد من الجهات التي من مصلحتها أن يكون هناك خلاف بين فصائل المقاومة والحكومة العراقية، وأولهم الولايات المتحدة وبعض الأطراف التي لديها يعني. لكن دكتور هيثم جنابك لما تتحدث، لما تتحدث جنابك يعني بمنطق أن هناك جهات ربما تستخدم باجات الدولة وسيارات للتحرك، أنت هنا لا تتحدث عن دولة، هنا تتحدث عن فوضى، هنا تتحدث عن مؤسسات حكومية مخترقة بالطريقة التي تجعل منها تنصب منصات تطلق صواريخ. أنا أطرح احتمالات، والذي يعمل بالتحقيق لا يجزم بجهة واحدة، وإنما يترك كل الاحتمالات مفتوحة ويبدأ بمناقشتها واحد واحد، وهذا الاحتمال موجود. طيب، وحدث في التظاهرات، أنا قلت لك أنه حدث هكذا في التظاهرات. نعم أستاذ عبد الرحمن، كيف تجيب على يعني هذا اللي أنا فهمت بهالطريقة، فهمت بأن هناك اختراق للدولة والسيد الكاظمي هو كان مدير مخابرات عامة، وأكو ناس تتحرك بهذه الشاكلة لإرباك الدولة، خلط الأوراق، صنع فجوات ما بين مؤسسات الدولة الأمنية تحديدا، هل فعلا الوضع بهذه السوداوية؟ لو كانت المقارنة صحيحة اللي تكلم عنها الدكتور هيثم، نحن نقارن بين سلاح خفيف تختال بمتظاهر وبين صاروخ يقذف، التكنولوجيا والقدرات تختلف هنا. ولو كان ما ذكره حول الشخص اللي ذكره صحيح، المفروض أنه الآن السيد عادل عبد المهدي في محاكمة
عسكرية لأنه هو القائد العام للقوات المسلحة، وكان المفروض أن لا يحال على التقاعد أو الاستقالة، كان المفروض الآن يقدم إلى محكمة عسكرية لهذه المعلومة فقط، لأنه إذا كانت القوات مهما كان تتحرك بها الطريقة هذه وبدون رادع أمني من القائد العام للقوات المسلحة، إذن الدولة مع الأسف لا ممكن حتى نقول أنه هي عصابات ولا مافيات، هذه يعني لا أجد حتى كلمة بالعربية ولا يعني أنا سهل عليك، هذه تسمى في علم السياسة دولة ميليشيات، أن أن هناك جهات رسمية تتحرك بسلاح رسمي ضد الدولة، هاي تسمى دولة ميليشيات. لو في أفغانستان كان يطلقون عليها دورة لوردات الحروب، فهي لوردات حروب وليست دولة، هي مقاطعات مختلفة تقسم بين هذه المجاميع، وكل مجموعة تملك جزء من البلد، وكل مجموعة لديها حدودها السياسية والعسكرية والجغرافية. هذا هي الحقيقة إذا كانت بالطريقة اللي وصفها الدكتور. طيب إذن ما هو الوضع القائم حتى فقط أنهي يعني هذه الجدلية المتعلقة بقضية إطلاق الصواريخ كرسائل سياسية ضد الكاظمي أو ضد تحركات الدولة لتسوية ملفات معينة؟ إذا كان سؤال لي نعم لك أستاذ عبد الرحمن. الملف اللي القضية أنه باستعادة هيبة الدولة، استعادة هيبة القوات الأمنية، أن نرجع إلى انضباط عسكري وانضباط أمني واضح، ويتحرك الجميع تحت سلطة الدولة وتحت سلطة القانون، وأن لا يتحرك أحد ثاني في الشارع العراقي بدون سلطة الدولة العراقية، سلطة الدولة وسلطة رئيس القائد العام للقوات المسلحة العراقية. نعم دكتور هيثم، هناك ضغط شعبي واضح جدا من خلال حملات، من خلال مناشدات، مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاغات تطالب رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي بأن يتوجه لسحب مقدرات الدولة الاقتصادية من يد بعض الفصائل المسيطرة، على سبيل المثال على قضية المنافذ الحدودية، وذكر الأستاذ عبد الرحمن الجبوري في أكثر من مناسبة أن هناك إشكالية أمنية مرتبطة بها إشكالية اقتصادية، فهل يستطيع السيد الكاظمي أن يمضي نحو خيار القيام بعملية أمنية لاسترجاع مقدرات الدولة، آبار نفط، منافذ حدودية، منافذ جمركية، أرصفة موانئ، من تحت سيطرة مجاميع مسلحة أخذت وقتها الطويل في السيطرة على تلك المنافذ؟ هذا ما يذكره الرأي العام في أحاديث جانبية. طبعا هناك فقط مغالطة كبيرة في هذا الموضوع، لا توجد فصائل تسيطر على المنافذ الحدودية والموانئ، وإنما ما يسيطر عليها هو المحاصصة بين الأحزاب السياسية نفسها، الأحزاب السياسية التي تحاصصت الوزارات الدولة منذ 2003 إلى 2017 عندما كانت فصائل المقاومة حتى لا تستطيع أن تعلن عن نفسها في الشارع العراقي، كانت هذه الأحزاب هي التي تقسم المنافذ الحدودية وعائدات النفط والوزارات فيما بينها، وإلى الآن لا يوجد منفذ، وأتمنى أن تدلني على منفذ بيد فصيل مقاوم وبشكل علني ومسلح ويزاحم القوات المسلحة الأمنية. لا بالعكس، هي هناك أنا قلت بالنسبة للأجهزة الأمنية كلها وما تفضلت به سابقا أنت وضيفك الكريم، كل الأجهزة الأمنية أيضا تابعة نظام المحاصصة، والأحزاب تأتي برجل يلزم المنفذ أو يتحمل مسؤولية المنفذ بجهاز أمني عراقي، ولكن هو تابع للحزب ويسير مصالحه بهذه المنافذ، وبالتالي الدولة عندما تريد أن تسترجع هيبتها لابد أن يتم تغيير إدارات المنافذ بأناس مرتبطين أو معينين من رئيس الوزراء. ولكن لهذه الأحزاب دكتور هذه الأحزاب لا يوجد فصيل مسلح في أي منفذ، وأنت بإمكانك الذهاب إلى المنافذ ورؤية هل توجد قوات عراقية أو توجد فصائل مسلحة. قوات عراقية موجودة ممكن، ولكن بالمقابل دكتور هيثم ربما يعني واحد يعني يجادلك بالطريقة الآتية، يقول لك كل الأحزاب كل الفصائل المسلحة لها تمثيل سياسي، وكل التمثيليات السياسية لها مكاتب اقتصادية تسيطر على منافذ، تسيطر على مقاولات، تسيطر على مكاتب
تحرير هذه المصالح وهذه المقاولات من يد تلك التمثيليات السياسية واحدة من أهداف حكومة مصطفى الكاظمي، يعني البعض يفكر بهذه الطريقة. الموضوع لا يخصص بالفصائل، يعني العصائب بثقلها هي لا تمتلك 17 أو 18 نائب، في حين كتل تمتلك 50 و60، وبالتالي تمتلك عدة وزارات وتمتلك منافذ حدودية. لماذا أنت تذهب نحو الجزء الأصغر في المعادلة؟ هناك أحزاب كبيرة تسيطر على المنافذ منذ سنوات. على السيد الكاظمي أن يقوم بإلغاء نظام المحاصصة، ونحن كنا نطالب أن يتم إلغاؤه حتى سياسياً، وأن يتم إلغاء نظام المحاصصة التي هي سبب فشل الحكومات العراقية المتعاقبة، وأن يقوم بالسيطرة على الموارد ويضعها بيد الدولة، وأن تكون هذه المدخولات بيد الدولة، وحتى السلاح وحصر السلاح أيضا نريد أن يكون السلاح بيد الدولة حصرا، وأن تكون المؤسسات الدولة هي صاحبة القرار الرسمي والقرار النافذ بيد الحكومة العراقية، وبالتالي استعادة هيبة الدولة سواء كان بالسيطرة على المنافذ الحدودية أو بالمحاصصة، وبالمقابل أيضا الحفاظ على هيبة الدولة من الخروقات الأمريكية التي قامت بها، وأكبرها وحادث اغتيال الحاج أبو مهدي المهندس الذي لابد أن يكون به كلام مع الولايات المتحدة الأمريكية. سيد عبد الرحمن، هذا كلام منطقي، يعني قضية أن هناك جهات سياسية مسلحة تتهم بالسيطرة على المنافذ، لا، هذه عبارة عن أحزاب، هذه الأحزاب جاءت بمحاصصة، هذه المحاصصة ولدت حكومة مصطفى الكاظمي، ولدت حكومة عادل عبد المهدي وحيدر العبادي ونور المالكي، فبالتالي يعني كيف يمكن أن تحارب المحاصصة بحكومة جاءت من رحم المحاصصة؟ هذا اللي ممكن يعني كان يريد يلخصه الدكتور هيثم في كلام أستاذ عبد الرحمن. أفضل شيء بالنسبة لحكومة رئيس الوزراء الحالي الكاظمي هو لا يبحث عن تمثيل سياسي قادم، ولا يبحث عن انتخابات، ولا يريد أن يتقدم للانتخابات. فتحرير المنافذ الحدودية، وأنا أعنيها بتحريرها، لابد أن تكون القضية الأولى والأهم بسياسات السيد رئيس الوزراء، لأنها أولا مثل ما قلت أنه هناك فايلات اقتصادية ذات تأثير اجتماعي ضمن الأزمة الاقتصادية الموجودة الآن. أعتقد أنه هذه المنافذ على الأقل توفر للدولة 20 مليار دولار سنويا، فإذا لم نحرر حدودنا ونسيطر عليها بالطريقة الحقيقية للدولة، بس وتصبح لما تقول الدولة تحريرها هي الممثلة هناك. أستاذ عبد الرحمن، لما تقول تحريرها وكأنها محتلة، كل المنافذ الحدودية بالوقت الحاضر وإن وجد حسب ما ذكر الدكتور هيثم وجد تمثيل الدولة، خلينا نقول، أو الزي الرسمي للدولة، في الحقيقة المنافذ الحدودية مسيطر عليها من ميليشيات وعصابات وأجنحة عسكرية ولجان اقتصادية، ما يدخل الدولة منها ربما يكون 2% من واردات هذه المنافذ الحدودية. لذلك أنا أستخدم عملية الكلمة التحرير، واللي هي كلمة قوية، أن تكون هذه المنافذ بيد مافيات، حتى لو كانت هذه المافيات سياسية، حتى لو كانت تأثيرها على الموظف الدولة القاعد، هذا تأثير سياسي، تأثير أمني، تأثير إجرامي. لكن دكتور هيثم طلب بالدليل، أستاذ عبد الرحمن، دكتور هيثم قال لما يقول جيب لي منفذ حدودي مسيطر عليه جهة مسلحة، جهة سياسية بالصراحة اللي إحنا جايين نسولف بيها الآن. بالصراحة دكتور هيثم صادق، من جالس هناك لا يرتدي زي أي فصيل مقاوم، لكن تأثيره، التأثير هو من بغداد وليس جالس في المركز هناك. التأثير والأوامر من بغداد ومن السيطرة الحزبية الموجودة في بغداد ومن المقرات الموجودة في بغداد. أما من جالس هناك، هذه أرض محرمة، حتى القوات العراقية الأصلية غير قادرة وصولها. سيطرة فصائل وميليشيات، اسمح لي، سيطرة أحزاب، هذه المنافذ هي كانت محاصصة بين الأحزاب. دكتور السياسي. هيثم، سيطرة المحاصصة اللي أنت تكلمت عنها، هذه المحاصصة حزبية وعسكرية، يعني هذه هي الحقيقة. يعني طبعا أنا بس حزبيا اسمح لي. هو من يمتلك السلاح الآن، من يمسك المنافذ الحدودية، من يمسك المنافذ الحدودية هي أجهزة أمنية عراقية، ولكن الرتب المعينة في هذه الأجهزة الأمنية
العراقية، هم أناس قريبين إلى الأحزاب أو يسيرون مصالح الأحزاب في هذه المنافذ. لا يوجد دليل واحد أنه توجد فصائل وميليشيات تسيطر على هذه المنافذ، وهي ليس لا تتمتع الفصائل بالمناسبة لا يعني ما ينبغي دكتور هيثم يعني ما ينبغي الفصل بفرض إرادتها بالمحاصصة. عفوا، ما ينبغي الفصل ما بين جهات سياسية وجهات سياسية تملك أجنحة مسلحة، يعني الجميع شركاء في 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 مثل هذه المحاصصة والتقاسم، أليس كذلك؟ نعم. لا، أنا أقول لك شيء، المحاصصة توضع على أساس ثقلك السياسي الموجود في البرلمان، وهذا ما متعارف عليه منذ 2003 وإلى لا الآن. هذا لا لا، إحنا ما نتكلم لا عفوا دكتور إحنا ما نتكلم عن وزارة ولا قاعد نتكلم عن مدير عام، إحنا قاعد نتكلم عن مفرزة، نقطة تفتيش، نقطة جمركية، أتكلم عن قادة فرق ومسؤولين ودرجات خاصة. أي هذه قضية ثانية، هذه أيضا خاضعة للمحاصصة، هذه خاضعة للمحاصصة، لأنه حتى الدرجات الخاصة، المدراء العامين بالنهاية لهم تأثير. السيد الكاظمي والقائد العام للقوات المسلحة بإمكانه تغيير القيادات في هذه المراكز والمحاسبة حول وارداتها، ولكن أنا قلت لك بأنه كانت هناك أخبار بأنه موضوع سيطرة على المنافذ، هل ستسمح كردستان بسيطرة السيد الكاظمي على المنافذ؟ جيد، هذا سؤال مهم، هذا سؤال مهم دكتور، هذا السؤال مهم. أستاذ عبد الرحمن، شلون تعلق عليه؟ شخصيا أعتقد، أنا مؤمن بجغرافية واحدة ومواطنة واحدة، من يريد يسيطر على أي منفذ حدودي في جنوب العراق عليه كذلك أن يسيطر على أي منفذ حدودي في المنطقة الغربية وفي منطقة كردستان. المنافذ الحدودية تحت إدارة اتحادية، هذا الدستور العراقي، فعليه أن يعمل تماما بنفس القوة في كردستان وكذلك في الجنوب وفي المنطقة الغربية. المنافذ الحدودية سلطة اتحادية وليس سلطة إقليم ولا سلطة حزبية محاصصاتية كما ذكرنا. لماذا لا يذهب السيد مصطفى الكاظمي نحو تحت العلم العراقي سيطرة؟ أستاذ عبد الرحمن، لماذا لا نحسم الموضوع بالطريقة الآتية؟ قوة أمنية تفرض سيطرتها على منفذ حدودي مؤكد أن فيه فساد وينتهي الموضوع. شوف مرة ثانية زيد، التفاوض السياسي الآن جاري، إذا انتهينا من التفاوض السياسي ولم نصل إلى نتيجة، الحل هو بالقوى الأمنية التي ذكرتها. طيب دكتور هيثم، أختم بمحور الانتخابات المبكرة. يقال بأن الانتخابات المبكرة هي عبارة عن وعد للسيد الكاظمي وفي صلب برنامجه الحكومي، ولكن أطراف العملية السياسية ترفض فكرة الانتخابات المبكرة، فستعوق إجراءها، ستعوق تشريع قانون لها، وستدفع باتجاه أن تعقد الانتخابات في موعدها الروتيني 2022. برأيك هذا التوقع صحيح دكتور هيثم؟ هذا التوقع صحيح تماما، وهو مخطط له. هذه الأحزاب لا يمكن أن تقوم بإجراء انتخابات مبكرة وتلغي سلطتها بنفسها، خصوصا الانتخابات القادمة المفترض أن تكون انتخاب فردي. ما عقل تمرير قانون الانتخابات هو إيجاد الملحق الذي يتبع القانون والذي يحدد الأقضية التي تتم ضمنها الانتخابات، وهناك ستكون تباين واختلافات حول عدد الأقضية ونوعها. ولا أعتقد أن السيد الكاظمي سينجح بإجراء انتخابات مبكرة، ولن ينجح حتى في تمرير قانون الانتخابات قبيل هذه. يعني معقولة قوى سياسية تجيب رئيس وزراء بنفس الوقت تعمل على إفشال برنامج الحكومي؟ هي لا تريد إفشال برنامج الحكومي، ولكن سوف تكمل الدورة الانتخابية. هؤلاء البرلمانيين لن يصوتوا على إقالتهم بأيديهم. ما يخالف، لكن يعني البرنامج الحكومي صوت عليه مجلس النواب بالموافقة، هل يعقل بأن هؤلاء أنفسهم يضربون البرنامج الحكومي ويضربون التصويت والثقة؟ لابد أن تقسم كدوائر. شلون؟ اسمح لي، هم لن يعارضوا البرنامج بشكل علني، ولكن عند موضوع التفاهمات على الأقضية وأعدادها وأقسامها وعدد الناخبين في كل قضاء، سوف تحدث هناك شد وجذب وتأجيل بالجلسات إلى أن نصل إلى آخر عمر البرلمان. وهذا تقريبا أستاذ عبد الرحمن الجبوري شبه محسوم،
أغلب من حاورتهم واستضافتهم وتكلمت معهم حول هذا الجزئية يؤكدون بصعوبة إجراء الانتخابات المبكرة فنيا سياسيا إقليميا وإلى آخره من هذه الحجج. هناك جانبين، الجانب الفني اللي هو أعتقد الآن السيد رئيس الوزراء قال أنه عملية تقييم المفوضية، عملية كذلك إنهاء القانون الذي أكو لجنة الآن موجودة في مكتب رئيس الوزراء لدراسة القانون نفسه. اثنين، قانون الأحزاب السياسية والارتباط السلاح بالأحزاب السياسية يجب أن ينهى. هذه من الناحية الفنية والسياسية. الشيء الثاني، إذا أعتقد معظم الكتل السياسية تريد انتخابات آنية مو انتخابات مبكرة، لأنها عارفة بالانتخابات الآنية بإمكانها أن تكتسح الساحة مرة ثانية لعدم وجود قانون حقيقي، وبنفس الوقت الآخرين لن يكونوا ممثلين، الشباب في الساحات لن يكونوا ممثلين، لأن يحتاج آليات واضحة لتنظيمهم لبدائهم لتسجيلهم كأحزاب سياسية. فالآنية لصالح الأحزاب، الانتخابات المبكرة لصالح العراق. الانتخابات المبكرة، لكن أستاذ عبد الرحمن، يعني فكرة إجراء الانتخابات المبكرة يقال أن سر رفضها هو أن قوى سياسية وأحزاب وفصائل بسبب موضوع التظاهرات خسرت الكثير من شعبيتها، فمن الخطورة أن تجازف بأن تخوض انتخابات مبكرة. هل هذه الفكرة معقولة؟ شخصيا أنا رجل عملت على هذه على الانتخابات لسنوات طويلة، يعني فنيا سواء الأمم المتحدة أو العراق إضافة إلى الأزمة المالية لا أعتقد ممكن أن قامت الانتخابات قبل سنة إلى سنة ونصف فنيا، من أجل أن تكون نزيهة، من أجل أن تكون الفصائل المرتبطة بالأحزاب السياسية أما عندها الخيار الواضح، أما تكون أحزاب سياسية أو تكون فصائل. كذلك العملية رسم الحدود والدوائر الانتخابية، هل هي دائرة واحدة بتصويت فردي، هل هي دوائر متعددة، هذا القانون لم يحسم. وأعتقد ليس فقط هذا من في الفايل للكاظمي وحده، هذا الفايل موجود أصلا في البرلمان، يجب أن ينهى من البرلمان وليس من الكاظمي نفسه. نعم، هاي واحدة من الملفات العالقة دكتور هيثم، وأختم بها معك. قضية واحدة من معوقات إجراء الانتخابات أو التهيئة لقضية إجراء انتخابات هي موضوعة فصائل مسلحة، وكأنها أمام خيارين، الخيار الأول أنها ترمي السلاح وتتحول إلى حزب سياسي وتخوض يعني غمار التمثيل السياسي لفئة أو لمنطقة معينة أو لمحافظة، وأن هناك خيار آخر بأن تبقى مع سلاحها ولكن تنخرط في مؤسسات الدولة الأمنية. هل تعتقد بوجود فصائل سترفض كلا الخيارين؟ طبعا أعتقد أنه بعد خروج القوات الأمريكية إن شاء الله وعدم وجود والقضاء على تنظيم داعش الإرهابي وعدم وجود جهة مهددة للسلم الأمن والأمن الأهلي الداخلي العراق، لا يوجد مبرر لبقاء جهات مسلحة خارج سياقات الدولة وأن يتم حصر السلاح بيد الدولة، والفصائل معظمها هي مندرجة في الحشد الشعبي، والحشد الشعبي وتابع للقائد العام للقوات المسلحة. أما إذا كانت هناك مجموعات خارج سياقات وعمل الدولة فلا بد من متابعتها ولا بد من حصر السلاح بيد الدولة وتحقيق السلم والأمن المشترك. هاي من يحدد هذه المحددات دكتور هيثم؟ يعني الدولة والفصائل هي اللي تقرر، يعني الفصائل المندرجة في العملية السياسية كلها تقريبا لديها تمثيل في الحشد الشعبي، وبالتالي هي تابعة للقائد العام القوات المسلحة بأجنحتها العسكرية. وعدم وجود، لابد أن يكون هذا السلاح محصور بيد الدولة ولابد أن تكون، لكن أكو فصائل دكتور هيثم، أكو فصائل تقول لك إحنا لا نثق بالدولة بالأساس حتى نحصر سلاحنا بيد الدولة. يعني إلى الآن أنا يعني لا أعرف فصيل أنه لم يدخل، وكان هناك قرار من السيد عادل عبد المهدي في وقته بأنه كل الفصائل أما أن تنخرط في الحشد الشعبي ولا يكون لها أي وجود مسلح خارج سياقات الدولة. شكرا جزيلا للدكتور هيثم الخزعلي، الخبير في شؤون الحشد وقضايا الأمن،
وأشكر الأستاذ عبد الرحمن الجبوري الباحث في الشأن السياسي، كنتما ضيفين في حوار التاسعة. شكرا جزيلا لكما. مشاهدي الكرام، نختم بفقرة التغريدات سريعا، ونبدأ بتغريدة المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي. كتبوا تغريدة، طيب نبدأ بتغريدة إحسان الشمري. لا بأس. الضغط الاستباقي وتاليا الإعاقة الممنهجة للمرحلة الانتقالية سيفجر ثورة عارمة أكبر بكثير من ثورة تشرين. دعوه يعمل، فهو طوق النجاة الأخير لهذه العملية السياسية الغارقة بالفساد. فراس الياس، نشوف تغريدة الأستاذ فراس. العراق اليوم مقبل على إعادة إنتاج نفسه من جديد في ظل تحديات معقدة يمر بها، أمنية اجتماعية اقتصادية، وهي تحديات مطروحة على طاولة رئيس الوزراء السيد الكاظمي الذي ينبغي عليه معالجتها بعد انتهاء الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة من أجل تصفيرها والانتهاء منها. الدكتور منقذ داغر. مصدر قريب جدا أبلغني الآن أن رئيس الوزراء يتابع شخصيا موضوعين يعتبرهما مهمين لاستعادة جزء من هيبة الدولة. الأول، متابعة ملف سرقات الإنترنت الذي يكلف الدولة مليارات وستعلن نتائج مهمة قريبة، والثاني البحث عمن يضربون صواريخ على القواعد والقبض عليهم بأسرع وقت. لننتظر ونرى. فلاح المشعل، الأستاذ فلاح المشعل يقول في تغريدته: يجب أن يمضي السيد الكاظمي بإجراءات صارمة وضربات قوية وشجاعة لإنقاذ البلاد والعباد من الضياع والانهيار. اضرب ولا تخشى الفاسدين، لأن الشعب معك. سألنا جمهورنا على مواقع التواصل الاجتماعي: هل يمكن للكاظمي تجاوز ضغوط السياسيين وتحقيق الإصلاح؟ النسبة متقاربة بشكل ملفت وربما غير مسبوق. 46.9% يعتقدون يمكن للكاظمي تجاوز ضغوط السياسيين وتحقيق الإصلاح، و 53.1% لا يعتقدون بذلك. ما أدري، جماعة الفيسبوك يؤمنون بنفس المعادلة متقاربة أيضا. 58% يقولون لا يمكن للكاظمي تجاوز ضغوط السياسيين وتحقيق الإصلاح، و 42% يقولون نعم ممكن. بكل الأحوال، وذكرت هذا كثيرا، بأن هذه النسب تتحرك بموجب قرارات، بموجب إجراءات تتحرك إزاءها الدولة، وممكن تكون 100% وصفر لصالح هذه التصويتات، لصالح الحكومة ولصالح إجراءاتها ولصالح تحركاتها التي ينبغي أن تكون ضمن التحديات التي تواجهها الدولة. مشاهدي الكرام، نشكر لكم طيب المتابعة، ونلتقي غدا بإذن الله في حوار التاسعة. السلام عليكم ورحمة الله.